هل نقرأ البسملة قبل قراءة الفاتحة؟ نبسمل وكذلك في بداية الصور أثناء الصلاة شيخي الكريم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. البسملة قبل الفاتحة أيضا اختلف أهل العلم، هل هي آية منها أم ليست آية منها، على خلاف واسع، وإن كان أكثر أهل العلم أنها آية من الفاتحة، لكن هناك من أهل العلم قال ليست بآية من الفاتحة، ليست بآية من الفاتحة، وهي آية من القرآن لأنها في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الكلام هل هي آية من الفاتحة أم ليست آية من الفاتحة، أكثر أهل العلم أنها آية، لكن من أهل العلم قال إنها ليست بآية. طيب نقرأها أم لا نقرأها؟ يعني الذي ورد وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها سرا صلى الله عليه الصلاة والسلام، أثبت ذلك يعني غير واحد من الصحابة، أنه كان أنس رضي الله عنه كان يقرأها سرا، لكن ورد في عند أبي هريرة أنه قال أنا أكثركم يعني إيه تشبها بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني إيه جهرا. فالمسألة يعني فيها خلاف، وإن كنت أنا أرجح أن يسر بالبسملة ثم بعد ذلك يقرأ جهرا أو الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.